نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام ما دار من حوار في صباح هذا اليوم مع أشواط التميز. الشوط الأول كان الموعد حاضرا مع الشاهينية بشعار أحمد بن سيف الزفين المهيري 12 دقيقة 52 ثانية وجزء واحد من الثانية توقيت الشاهينية وأول أشواط صباح هذا اليوم. أما الشوط الثاني الشوط الخاص بالثنايا البكار المهجنات الأصايل تأتي مزنة أيضا لتهدي ناموسي هذا الشوط لأحمد بن حسين القرشي تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 55 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. شوطنا الثالث مشاهدين ومتابعين الكرام وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل منجم من انتزع الصدارة بشعار راشد بن علي الهاشمي يقطع المسافة منجم في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 15 ثانية بالوفاء والتمام. أما الشوط الرابع مكملا للجولة الأولى مشاهدينا متابعين الكرام مهند من ظفر بناموس هذا الشوط بشعار عبيد بن محسن بن راشد المري مهند يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 15 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. شوطنا الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وبداية الجولة الثانية في هذه الانطلاقات بهذه التحديات الرائعة من أشواط التميز محنة من ظفرت بناموس هذا الشوط وحدة السلامات لهالي القوع بهذا الشعار شعار سلطان بن سعيد المسلم الدرعي 12 دقيقة 59 ثانية وثمان أجزاء من الثانية توقيت محنة. الشوط السادس كانت تحديات أيضا من الظبي لسعيد بن سالم بن سهيل العامري الظبي اللي انتزعت الصدارة في اللحظات الأخيرة وحدة ناموس هذا الشوط لمالكها سعيد بن سالم بن سهيل العامري 12 دقيقة 56 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. وسلام يا زعفر سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته الظبي. شوطنا السابع كان الموعد حاضرا مع هملول اللي قام راس وانهى الشوط راس لمبارك بن راشد بن حبالة الكتبي هملول يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 8 ثواني وأربع أجزاء من الثانية. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية. أما شوط الختام مشاهدينا متابعين الكرام متابعي قناة دبي ريسينج في هذه التحديات من أشواط التميز كان الموعد حاضرا مع شاهين للسلطان بن عبيد بن زعل السبوسي حيث أن قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 15 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع في هذه التحديات في هذه الانطلاقات الرائعة من هنا من أرضية هذا الميدان ميدان المرموم. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح. تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.